احنا عادة بنتكلم عن السمات الداخلية الشخصية، ولكن بقالنا حوالي 3 أو 4 شهور كلمنا عن السمات الشكلية، الوش، الجسد، الصفات، فلبينا لسه هنخوض التجربة بقى. يعني انا كنت دايما بتكلم في الجوهر، فدلوقتي المطالبة، وانتوا عارفين انا ديمقراطي بصراحة مع عيلتي، المطالبة حتى في ناس تبعت لي مخصوصة على التعليقات كلمنا عن السمات الشكلية، عن الجسد. فانا اخترت عنوان، واذا بدأنا نتكلم عن السمات الشكلية هنعمل سلسلة حلقات كتيرة وفي مواضيع متنوعة، فباخد رأيكم مبدئيا كده ولا حياء في العلم. إيه لو موافقين على كده اكتبوا لي في التعليقات وعرفكم وعرفوني. انا اخترت النهاردة موضوع ليه علاقة بده، اللي هو اكتر نساء الابراج اللي بتتمتع بجسد مشدود، بجسد والمعنى خلاص إيه موضح نفسه، يعني جسد قوي. يعني في نساء كده تلاقي يعني تتمتع كده بجسد قوي مشدود من عينة أنثى برج، ولا بلاش عشان ما احرقش كده الموضوع. فاحنا معانا اكتر 7 نساء بالترتيب، ودايما لكل قاعدة استثناءات. ومعلش طولت في المقدمة عشان احنا داخلين في تراك جديد او مواضيع جديدة، وكان لازم ان انا اعمل المقدمة دي. وبرحب بيكم وادعو اللي ما اشتركش بقى يشترك، والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. ويلا بينا. توقعوا كده اكتبوا لي في التعليقات كالعادة، انا مدمن على قراءة تعليقاتكم. ومش معنى ان الانثى اللي مش هتيجي معانا هنا ان جسدها وحش، لا، هي الاجساد انواع، تلاقي جسد مفرود، تلاقي جسد ممشوق، تلاقي جسد مشدود، انواع كتيرة قوي. احنا النهاردة بنتكلم عن الفئة من النساء اللي بتتمتع بالنوع ده من الشكل. يعني هنبتدي كده في المركز السابع، العقربة. اغلب، وما بقولش كل، عمري ما اقول كل ابدا، عشان في بعض اصدقائنا يجي في التعليقات يقول انا اعرف كذا ما فيهوش الصفات دي، بدا استثناء القاعده. ولكن هات لي 100 شخص مثلا عقرب، هتلاقي منهم اقل حاجه 90 بينطبق عليهم اللي احنا بنقوله عن العقرب. دي معلومه للتوضيح كده. العقربه في المركز السابع، وهي اقل النساء معانا في حلقه النهارده. في العقربه ممكن تميل يعني لجسد مفرود اكتر من انها يكون جسدها مشدود او قوي يعني. ولكن بتيجي معانا في المركز السابع في شريحة معقولة من نساء العقرب بتتمتع بالصفة دي. ولكن الجد مع اللي بتيجي في المركز السادس مع الثورية، هنا بقى الجد، هنا بقى الشغل اللي بجد. اصلا انثى برج الثور تتمتع بهيئة قوية او صلبة في جسدها، البنيان بتاع انثى برج الثور قوي، مش هزيل، مش نحيف غالبا، يعني غالبا مش نحيلة او مش فلات يعني زي ما احنا بنقول. احنا داخلين في الجد وكالعادة كده قبل ما نوصل لصاحبة المركز الخامس اللي معانا في حلقة النهاردة، اقول كالعادة معلش لو الحلقة مفيدة نشير ندوس لايك عشان محدش يزعل ويقول عملت الحلقة وراحت عليا. يعني اصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الاشعارات، نلاقي القوسية، نلاقي الشعنونة، والنساء النارية بتقول كلمتها بصراحة في موضوع زي ده. وفعلا انثى برج القوس اغلب وشريحة كبيرة جدا من النساء دي فيها الصفة دي، فيها الشيء ده. وممكن انت، وعلى فكرة بقى الرجال تختلف بقى، في حد يعجبه النوع ده، في حد يعجبه النوع ده، لولا اختلاف الاذواق لبارة السلع. انما معظم نساء القوس اذا هتميل للنوع اللي عنه موضوع حلقتنا بتاع النهاردة. دلوقتي معانا رباعي خط النار كالعادة، رباعي خط القمة، الـ4 نساء اللي بتتزاحم على المراكز الأولى. مين ذكي وبيحب يتوقع زي ما أنا كده عندي هوس بالتوقعات وبيكتب؟ البرنسس في المركز الرابع. أنثى برج الأسد طبعا لازم يكون ليها نصيب، مش بس في الحلقة، لا، في رباعي خط القمة كمان، في رباعي خط النار، وهي أصلا نار نار يا حبيبي نار. الأسدية كده أنثى برج الأسد، والسعولها دايما بقول تأكل الأخضر واليابس، والمعنى مجازا أكيد. قبل كده تلاقي دايما يعني انثى الاسد دي من اكتر الاناث اللي هي بتتعاكس وبتتعرض لمضايقات حتى في الاماكن العامة، لان اضافة على كده هي بتتمتع بكاريزما
بتستفز الرجال او الشباب يعني. وممكن نعمل حلقة عن الموضوع ده، جاتني فكرة حلقة نساء الابراج اللي عندها كاريزما تستفز الجنس الاخر او تستفز الرجال. الاسدية، انثى برج الاسد فيها النقطة دي اعلى بقى، في دلوقتي في المركز الثالث، ما بالكم اذا كان ده حال اللي في الرابع. مين اللي في المركز الثالث؟ مين بذكائه توقع الرايقة الدلوية انثى برج الدلو دي من جوه يعني؟ هلا هلا، ومن بره هلا هلا برضه، خلي بالكم يعني. يعني من جواها فيها صفات كويسة حلوة قوي وتشدك قوي، ومن بره نفس الكلام. واغلب نساء برج الدلو ايضا بينضموا للشريحة بتاعت حلقتنا وبيتمتعوا بهذا النوع من انواع الجسد، يعني اللي هو الجسد المشدود كالوتر فعلا، والمعنى اعتقد موضح نفسه. في المركز الثاني في أنثى أقوى وأشد وأعلى، هي مين؟ هي المرأة الحديدية. المرأة الحديدية، تخيلوا بقى، تخيلوا بقى، هنا المفارقة اهو. على الرغم قوة شخصيتها وصلابتها، هي صلبة في كل شيء، هي جديدة في كل شيء، هي عفية في كل شيء ايضا بينعكس عليها. ومن اكتر 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 الاناث اللي ممكن ان انت تلحظ فيهم الموضوع ده او تشوف فيهم الحاجة دي. بس انا قلتها قبل كده، انثى برج الجدي مع اللي ما تعرفوش عسكري مرور جعفر، ومع اللي تحبه عفوا مين اللي بيجيب في سيرتي، ومع اللي تحبه وتقتنع بيه تدلعه دلع السنين. والله بكلمكم بجد، انثى برج الجدي كده، وهي من الاناث اللي زي الثورية كده، ما عندهاش حتة المياعة يعني، مش أنثى لا، يعني جد جد. وساعة بقى الدلع في يعني في حاجات متراكمة، وفي هو ده بقى، هو ده الوقت بقى اللي أنا أقدر أظهر فيه أنوثتي كاملة مكتملة، وأسيطر كمان إنجاز التعبير، وأسر الرجل أو الشاب اللي أنا مرتبطة بيه. مين بقى صاحبة المركز الأول؟ مين توقع؟ مين دلوقتي كتب عشان اديله لايف واديله لايك، اديله لاف واديله لايك، واقول له برافو عليك وعلى ذكائك؟ ان كان ده حال الاناث اللي جت في الرابع والثالث والثاني، فما بالكم بمتصدرة الترتيب؟ اكيد هي. مين توقع؟ مين بيقول معايا في نفس واحد؟ الفارسة العنيدة، انثى برج الحمل الناري، دي بقى يعني نمبر ون، وتتصدر كل نساء الأبراج في الموضوع ده وفي الحلقة دي، وبتيجي في المركز الأول بين أكثر نساء أو أكثر أنثى في الإناث تتمتع بالصفة دي، وتتفوق وتتفوق تفوق ملحوظ قوي. وإن كان بصراحة في مزاحمة قوية من أنثى الجدي، ولكن أنثى برج الحمل في الموضوع ده حاجة تانية. وعشان كده بنقول الأربع نساء دول اللي بتوع القمة دول، مش أي راجل بقى ينفع، مش أي راجل يقدر إن هو يقود اللي كده يعني، مش أي حد صدقوني. ده عايزين هيرو بمواصفات خاصة. وفي خلي بالكم رجال وأنواع كثيرة من الرجال لا تفضل النوعيات دي، زي ما قلنا يعني، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلعه، ولكل قاعده في الدنيا استثناء. مستني ارائكم في التعليقات، ومستني تشيروا الحلقه دي لو عجبتكم، وتدوسوا لايك توصل لبقيه اصدقائنا طبعا لو عجبتكم. قنواتنا التانية الانستجرام اللي بنعمل عليه لايف، كل ده هتلاقيه بقى انت موجود في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب، وفي التعليقات لو انت على الفيسبوك. وهتوحشوني، وإن شاء الله هنلتقي بكرة الساعة 8 8:30 كده، يعني من 8 ل 9 في الرينج ده يعني. يلا بقى، سلام.